مساء 21 من مايو من عام 2019 سقط الطفل القاصر محمود صلاح جريحا وأسيرا لدى قوات الاحتلال. كان ذلك عقب إطلاق النار عليه في بلدة الخضر الواقعة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. ونقل الأسير صلاح في مساء يوم الثلاثاء من هذا التاريخ بعد 40 دقيقة من نزيف للدماء من قدمه دون علاج أو اكتراث إلى مستشفى شعارة سيدك بالقدس المحتلة. يومتها كنا نلعب فوتبول، طلعت الطابة لفوق عند الجدار، طلعت أجيبها. إحنا بقى في جنود، كنا شايفينهم. أنا حملت الطابة جدا أروح، ما أسمع صوت الطلق ويخبط فيا. حنيت أنا نزلت لتحت شوية، أنا بدي أحاول أبعد، ما زبطت. نزل علي جراي صار يضرب فيا، وبعدين أجوا خذوني. روحنا ورا الجدار، طولنا، ده حطوني في الإسعاف. رحنا على المستشفى، بعدين كنت شايف إن انقطعت تجري، وكانت في غيبوبة. بعدما نقل محمود صلاح إلى المستشفى جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال، قامت الجهات المختصة بإجراء الفحوصات لإخراج التقارير الطبية، وعلى إثرها تسلم والد الأسير المحرر صلاح بلاغا من قوات الاحتلال يقضي ببتر ساقه اليسرى بعدما عجزت الطواقم الطبية عن إيقاف النزيف للمصاب. الدكتور اللي هناك طبعا هو أول يوم عملوا له عملية على بنا أنه الشريان بدهم يضبطوه، يعني عملية عملوه، فما زبطش. شايف طبعا الأربعة اليوم طول، يوم الخميس الدكتور حكى معي، طبعا إما ما هي كانت عنده، شايف خبرتنا هيك هيك، وحكى معي الدكتور قال لي لازم يعني ما نتأخرش عليها، شايف لا يصير غرغرينا فيها وشغلات هذه. فكنا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بطلب من يعني المسؤولين، يعني زي الرئيس محمود عباس، يعني يساعدني نمشي. وفي ذات السياق التقينا بالشاب خليل ناجي والذي يقضي مدة 6 أشهر من العلاج داخل المستشفى بالجمعية العربية للتأهيل، ذلك إثر الإصابة التي تعرض لها على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مسيرات العودة على الحدود. يعني وكنت أول مرة يعني أروح وأشاهد هيك إشي، وتصابت منهم، يعني أطلقوا علينا تقريبا 12 رصاصة، كنا واقفين أنا وشباب وهيك، أطلقوا علينا 12 رصاصة وضلتني أزحف، حتى هي كمان كان زحف الزحف عبين ما وصلت الجهة المسعفة، وصاروا كمان هم كمان يطلقوا غاز وطلاق نار على المسعفين، وعملوا العملية وركبت أنا نظام بلاتين كانت يعني موجود. استهداف الاحتلال للمواطنين العزل أصبحت وسيلة لإعاقة الكثير من شيبي وشبان وأطفال فلسطين، إما بإطلاق النار عليهم أو زجهم في معتقلات الاحتلال. محمود صلاح طفل يبلغ من العمر 14 عاما لم تسعفه براءة طفولة من وحشية هذا الاحتلال، ليقع ضحية كما هم العشرات من أقرانه. لفضائية الحقيقة الدولية نور الدين بنات من مستشفى الجمعية العربية ببيت جالة فلسطين المحتلة.